عصام كمال، تبان شنو احساسك وانت اليوم من بين الفنانين اللي تم دعوتهم باش يحضروا العقيقه ديال اياد ولد عصام وشما؟ و بيان سور انا تلقيت الدعوه من عصام، هو عصام وانا عصام وولدو، انا جربت هذا الاحساس ديال يكون عندك وليد، يعني فرحت ليه بزاف 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 ولبيت الدعوه بكل فرح، وكنتمنى ليه ان شاء الله يزيدهم سعاده في سعاده وعلى سلامه المدام، ونتمنى ان شاء الله يتربى في عزهم. شنو كيتبدل في الانسان بمجرد انه كيولي اب؟ واه بزاف ديال الحوايج كيولي، عاد كيبدا يتفهم والديه اكثر، عاد كيحس بالوالدين اكثر، عاد كيعرف المعاناه اللي عانوا على قبلو، عاد كيحس بك الاحساس ديال الابوه ديال الامومه، يعني واحد الاحساس جميل صراحه اللي تيجمع العائله، كيجمع الراجل مع مراته اكثر، وتيجمع حتى الازواج مع والديهم اكثر. اولا احنا جيت سعداء بحضورنا اليوم الحفل ديال الاسبوع ديال ولد عصام، احنا جينا على قبل ولد عصام ومراته مش على عصام. عصام الف مبروك خويا، الله يكمل بخير، يتربى في عزكم ان شاء الله، كل عام وانتم بخير، الله تشوفوه كما بغيتوا ان شاء الله. الحمد لله فرحان بزاف حيت عصام استدعاني العقيقه ديال الابن ديالو، وكنتمنى ليه الخير والتيسير، وبالعكس هذه لمة فنية معروف عليه عصام، صديق كل الفنانين ودائما كيبقى على تواصل معهم، كيشجعهم وكيكون تبادل ديال 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 الفرحة وكل شيء. الحمد لله انا فرحان انني معاه، ونتمنى ان شاء الله ندوزوا ليلة زوينة.